السلام عليكم، يلا حيا. اليوم عندنا زيارة مرة ثانية لدارين، وهل دارين يستهلون تحديدا حي الحالة، ونعطيكم تقرير عن أحياء دارين وبالتفاصيل إن شاء الله. وضيفنا خلنا نحط الصورة عليه وتشوفونه. حياك الله معنا أستاذ عبد العزيز الدحيم أبو سعود، يا مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة. يا هلا ومرحبا فيكم، وهذه فرصة سعيدة نعرفكم على بعض المعالم حق جزيرة دارين. طبعا المنطقة اللي احنا فيها حاليا اللي واقفين فيها اللي هو هنا بيت الدهان. طبعا الدهان معروفة حق أهالي دارين كلهم، وهذه المنطقة أو البيت زاره الملك عبد العزيز. ارحب كذلك بأخونا علي إبراهيم الذوادي بشاركنا التقرير اليوم عن حي الذوادي. حياك الله يا أبو سعود. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله في منطقة الحالة، تحديد عند مسجد الحالة الغربي، مسجد الذوادة، وكان إمامه قديما يوسف بن حمد الذوادي، وكان كفيف وساكن قرب المسجد، وكان يجي من بيته إلى المسجد بعصاته ويمشي مسكين لين يوصل المسجد. ما شاء الله. كان هو المؤذن وهو الإمام. ما شاء الله، هذا مهم. نعم. مسكين هذا بشره بالخير. نعم، وكان المسجد يعني جدد عدة مرات، هذه تقريبا الثالثة. ما شاء الله. كان المسجد يعني ممطين بدايته. كم عمر المسجد تقريبا؟ المسجد ما يقارب أكثر من 70 سنة. يعني كان الإمام اللي بعد يوسف جاء أخوه محمد بن حمد الذوادي، بعد الذوادي نامي بن سند الذوادي، وهو إمامه الآن حاليا. ما شاء الله. والمؤذن هو فتحي بن ناصر العميري. وينضم معنا في التقرير كذلك الأستاذ عبد الله العواد أبو فراس. الله يحييك أبو فراس. حييك ويبديك، ونقول بسم الله أول ونصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يعطيكم العافية. والله أنتم أهل دارين حيين وحيتوني معكم. الله يجزيك خير، احنا طعم من الحوطة، منطقة الحوطة، وإن شاء الله ندلي مما عندنا. هذه الأرض اللي حق ربيعة، ربيعة العميري. كم بيته هنا؟ طبعا عبد ربيعة يسمونه أبو عبد الله ربيعة، كان صياد سمك طبعا الأغلبية، وكان عنده يروح البحر ويصيد سمك ويجي يبيع السمك على أهل المنطقة كلها. كان ربيعة عنده شوعي بشراع، ما شاء الله شوعية سبوك، وفي شوعي هذا قارب، يعني قارب ملموم طويل، وكان يلفح فيه، وعنده قراقير يدش من الصباح وما يجي إلا مع غروب الشمس لمسيان. كانت قراقير ربيعة فرادة صغيرة، طبعا الأكبر منها يسمونها حيزة، لنجة صغير ما كان يشيل لحيز، لذلك ما يستعملها. بيوت الحالة القديمة طبعا هذه الأزقة، وتعشتوا هنا طبعا. بيت مجدد، كان بيت علي النامي ما شاء الله، واللي على يسارنا هذا بيت علي الهقع، يسمونه مشهور بعلياتي. علياتي بعلياتي، وهذا الشخص طبعا يخدم كل البيوت، لأنه يجي، أنا اللي أعرف أنه كان يجيب، هو علياتي، كان يجيب لنا يوميا الخبز من الخباز حق البيوت كلها. فعلياتي كان إنسان ضعيف على قد حاله، متعيش من الله ثم من جيرانه، هم اللي يقوم فيه مونونة والحاجة، وهو يخدم يروح جو، دائما مع حياته كلها مع الدحيم أكثر. بيت عبد الله بن سند بمطر، هذا بيتهم قديما، والآن كما ترون يعني انهار البيت، واللي جنبه بيت أحمد الهلال. هذا بيت أبو مطر. هذا بيت أبو مطر. وش اسمه؟ عبد الله. عبد الله بن سند السند. عبد الله بن سند الذوادي. وهذا باب بيت أحمد الهلال. بيت أحمد بن هلال الذوادي. هذا البيت طبعاً يشملهم. ما شاء الله، وهذا من ضمنها؟ أي من ضمنها؟ داخل في البيت. هذا من داخل هذا البيت. من ضمن البيت والخلفية. هذه جص البحر. هذه مكونات من الدارين كلها، من الحصى. نعم. فروش البحر. هذا الحصى والطين. والسقف ما شاء الله. السقف هذا مربع حطام. طبعا هذا جديد يعتبر، لكن الصحيح هو دنشل. دنشل. حبيبتي يا ديرتي يا عشقي وجنوني، أهديك كل الحب كل الود يا داري، وافديك يا أحلى دار يا دارين بعيوني، يا دارين بعيوني، يا دارين بعيوني.
احنا في البراحة بالحالة بين بيوت ابراهيم الجنيد، بين بيت علي النامي، وبين بيت بنايف، وبين بيت عبد الله السند. هذه البراحة كانت يعني مجمع للأفراح، الزواجات، الأعياد تقريبا تقوم العرضة فيها. وفي الزواجات ما شاء الله يعني شوف المقهوي يسوي القهوة ويسوي الشاي، والبزران من حواليه كلنا يقول صب لنا قهوة، صب لنا شاي، زنجبيل. طبعا الفترة المناسبات تاخذ تقريبا اسبوع الزواج هنا ما شاء الله، اي طابخ واكل والناس تجي والعرضة على طول، يعني تاخذ لها 5 أيام 6 أيام مستمرة. بداية الزواج يكون في استعدادات مسبقة، فتحصل بيت الزواج يطلبوا مثل الدلال، المرشات، المباخر من كل أهل جديد، المرايات، نعم المرايات، يكون في الفرشة اللي هي مكونات عروسة، غرفة العروسة، المعرس والعروس طبعا، والقماش يشتروا القماش الأخضر والأحمر ويزينوا غرفة العروس، هذه لها صور طبعا إن شاء الله نحاول نقدمها بإذن الله. عندنا وجبتين أساسية، هذه للضيوف، وبعدها للضيوف اللي بيتمون يتوجبون زي ما قال بسعود اسبوع كذا، يقولوا معها اسبوع. لكن ليلة الزواج اللي هو فيها الطقطقة وفيها كل حاجة وفيها الوناسة، يكون يذبحون أكشتين للضيوف اللي بيجوا من برا، والأكل يكون للضيوف يعني فقط وللقراب والأهل. الوجبة الرئيسية اللي هي تكون يوم الجمعة قبل الصلاة، كنا يذبحون لهم من الفجر، نذبح احنا صغار كنا نروح نتهاوش على الكلاوي، نتهاوش كبدة، الكبدة، ونحاول نشويها، ويكون الطباخ موجود طبعا يسوي الحاجات كلها هذه، فتكون وناسة زي ما قال. من الحاجات اللي يسوونها اللي هي الشاي، انواع زي ما قال دارسين، شاي الليمون الاسود. وقت الصباح تحصل الاطفال كلهم يستنسون بالفطور، يسوون فطور للضيوف، لان الضيوف اللي جايين بايتين عندهم، يسوون جميع انواع البيض والبلاديق وانواع الشاي والكبده كانوا يقلونها ويسوونها، فتكون وناسه يعني عيد، يعني مثل العيد صراحه. ما شاء الله مثل العيد ما شاء الله. وتتوانقل الرساله لابو وسعود يكملها. طبعا فتره الزواج في الاغلبيه اللي في دارين كلهم يتكاتفون اللي حق الزواج هذا، يساعدون من طبق، من قهوة، من شيل، من شيل الزل اللي فرشونه كله، يجيبون مرايات حق الفرشة، يعني كانوا متعاونين. كل البيت اللي فيه العرس كل هالدارين كلهم يتجمعون عشان الخدمة هذه حق الزواج. ترابط اجتماعي قوي، ترابط اجتماعي قوي جدا بعد. أن هذا الممر يوصلك للمسجد حق مسجد الدحيم، طبعا الإمام اللي كان فيه اللي هو إبراهيم الدحيم، المؤذن راشد الدحيم طبعا اخوانهم، حاليا بسام الدحيم وعلي اللي هو العميري. ديوانيه عبد الله الجنيد من قبل كان بيتهم قديما، بيت ابوه جاسم محمد ومحمد واحمد، فالان هو احياء المكان وخلاها ملفى لهم لاهل الجنيد، نجاوا من الدمام وذا يتجمعون فيها الديوانيه اسبوعيا تقريبا، يعني يوم الجمعه ليله السبت. ما شاء الله. الاغلبيه اللي ساكنين في منطقه الحاله نبدا في بيت الجنيد والدلهان والسويدي، وبعدين الذوادي، اهل الذوادي، وبعدين عندك مجموعه الدحيم اللي هو مطر وجمعه وعلي وحمد الدحيم وعلي ثاني بعد، هذه كلهم ساكنين في المنطقه. بعدين المنطقه الشماليه هناك اللي هو خليفة علي النامي طبعا، وزي ما قلت كربيعة، وبعدين هملان، وفي اللي هو بيت السند وبيت المياح سلمان المياح طبعا اللي في المنطقة، وبعدين عيال الغشري كلهم بيتين، بيت الغشري، وبعدين عندك تعيب العميري، هذه كلهم ساكنين الأغلبية. معليش لو نسينا بعض الأسماء.